ده ممكن يكون أطول فيديو أعمله، بس لأنه عجبني قوي. بص، هو صور نفسه في وضع الإنداش، أنا عجبني الرياكشن بتاعه، عظيم رياكشن يعني فظيع فظيع. أهو بص، بيقول لك إن ده الرياكشن بتاعي أنا، وقام جاب حتة بلاستيكة بلاستيكة وقام حط الصورة فيه عشان يحافظ على الصورة. ركز بقى معايا شوية كده، عشان ده أطول فيديو ممكن تشوفه، يعني ممكن تعمل نفسك كوباية شاي وتيجي، احنا موجودين احنا قاعدين. بص، طبع صورته على السكانر ده على البلاستيك، تمام، وابتدى بقى يقصقص ويظبط بقى. هو طابع راسه بس اتقل على المقلب، أهم حاجة المقلب علشان يتعمل حلو، تمام، لازم يتصرف عليه، لازم ياخد وقته عشان يبقى مقلب. ده المقلب المدروس. حط الصورة دي في حوض، انا افتكرته بصراحة حوض سمك، يعني هيعملوا خلفية، لكن هو طلع مقلب، خلينا متفقين ان ده مقلب. المهم ما طولش عليك، قول طول. ملى الحوض طبعا مية، ها، وقام حط صورته، فتحس ان الصورة تعز ان الصورة هتنطق هتتكلم، خدت بالك؟ وفي حد قطع راس وحاططها فين؟ في يعني دي راس مقطوعة، دي راس مقطوعة، هي باينة هي راس مقطوعة. المهم هنا انا شكيت ان ده حوض سمك، يعني ممكن يكون حاطط صورته وابتدى بقى يحط بقى الحاجات دي ويحط سمكتين وثلاثة. اي فكرة حلوة. بص، الشعب المرجانية دي اكدت لي ان ده يعني حوض سمك. المهم ما اطولش عليك، قول طول. اما اخد حوض السمك ده هو حاطه نفس الرياكشن، هيموتني الرياكشن بتاعه والله العظيم. قام حاطه في التلاجة، بص، قام حاطه في واضح ان في واحد صاحبه مخلص له الاكل فحب يرعبه. المهم حاطه في التلاجة وحط بقى كنزات حواليه، ها، وادي يظبط الدنيا كأني مفيش اي حاجة خالص، ها، وقام حاطط ايه موتني من الرياكشن بتاعي، يخرب بيتك. حط بقى الكاميرا بتاعته وقام مشغلها، واضح ان صديقه جاي هيشوف بقى اوكي انت برافو عليك، وصديقه بقى جاي هيفتح بقى ها علشان ياكل حاجه. فجاه بص الرياكشن، بص اللي حصل، اوبا يا لا اوبا لا، تعالى نعيدها تاني. بص الرياكشن، خضه خضه، راس حد جوه في التلاجه مع خضه خضه، مش ممكن، مش معقول، برافو اخي. الاجانب لما بيعملوا مقلب بيعملوا، الواد ده قطع الخلف، الواد ده قطع الخلف، مقلب مقلب، برافو. هات الكاميرا بقى وتعالى، ايوه.